اهلا بيكم في اول حلقه من برنامجنا اللي اتكسر يتصلح. هدف البرنامج ببساطه ان احنا نحاول نعتمد على نفسنا في تصليح الاجهزه اللي احنا بنستعملها بشكل يومي في حياتنا. على سبيل المثال الريموت، كلنا عارفين الريموت طبعا، في منه اشكال كتير واحجام مختلفه زي ريموت التكييف، ريموت التلفزيون، ريموت الريسيفر، كلها بتادي نفس الوظيفه والمبدا واحد. طبعا اول احتمال ان الريموت يكون مش شغال هيكون بسبب ان البطاريه فاضيه مثلا، طبعا ده حاجه سهله كلنا ممكن نعملها، لكن البطاريه لما نغيرها والريموت ما يشتغلش ساعتها هنعرف ان في مشكله تانية احنا مش عارفينها، ساعتها هنشيل البطاريه من الريموت، هنبص على الكونتاكت اللي بتوصل البطاريه، هل هي نظيفه ولا مش نظيفه، ممكن يكون عليها صدى، ممكن يكون عليها املاح، طبعا دي هتعمل عزل البطاريه ومش هتوصل البطاريه والريموت مش هيشتغل. هنحاول ننظفها لو هي فعلا مش نظيفة بأي مفك سن رفيع بشكل بسيط بالطريقة دي كده، ونجرب نركب البطارية تاني، ونجرب الريموت يا إما يشتغل يا إما ما يشتغلش. لو ما اشتغلش هنروح للاحتمال التالت، الاحتمال التالت إن احنا هنودي يا إما الريموت لحد يصلحه او نحاول نفكه او نشتري ريموت جديد. طبعا احنا مش عايزينك تشتري ريموت جديد، عايزينك تعتمد على نفسك، بالتالي هنحاول نفك ريموت. اول حاجه هتواجهنا لما نحاول نفك ريموت، يا اما الريموت ده يكون مربوط بمسامير يا اما الريموت ده هيكون مكبوس كبس. طبعا لو الريموت مربوط بمسامير هنستعمل اي مفك يتناسب مع مسامير الريموت. الريموت اللي معانا دلوقتي ريموت مكبوس يعني مالوش مسامير، ساعتها هنضطر نستعمل مفك زي ده كده، فك عادي جدا طبعا بوز رفيع، وهنشوف الحافة بتاعة الريموت ونحاول نفكها بالمفك بالطريقة دي كده. طبعا واحنا بنفك هنراعي ان احنا ما نتكاش جامد علشان ما نكسرش الشفاف اللي هي رابطة الريموت ببعض بالطريقة دي كده، هنلاقي ان الريموت بيتفك معنا. طبعا الموضوع ممكن يختلف من الريموت للتاني، الطريقة دي كده زي ما احنا شايفين يا جماعة. هنلاقي الريموت اتفك معانا بكل سهولة. طبعا احنا نسينا نشيل البطاريات قبل ما نفك، يا ريت ما ننساش نعمل كده. هنشيل البطاريات نكمل فك عادي جدا، الريموت اتفك يا جماعه، خدش معانا وقت. هنلاقي البورده طبعا بتاعه الريموت من الداخل، هنطلعها من مكانها، عليها الزراير، كده البوردة قدامنا زي ما احنا شايفين. هنحاول ننظف البوردة بقطنة زي دي كده، نرش عليها سبرتو، وننظف البوردة بالطريقة دي كده يا جماعة. طبعا احنا نظفنا البوردة يا جماعة لان اغلب اعطال الريموتات بتكون بسبب ان جاء عليها سوائل او عرق او ان في حاجة اتكبت عليها. هنرجع الزراير في مكانها فوق البوردة بالشكل ده،
نحط الزراير في مكانها. ونركب الظهر تاني بكل بساطة ونكبسه زي ما كان معمول في الأول. كده قفلنا الريموت، ما خدش معانا وقت يا جماعة، الموضوع سهل جدا طبعا زي ما احنا شايفين. نركب البطاريات تاني، نركب غطا البطاريات. بنسبة 90% الريموت هيشتغل معانا، لأن أغلب أعطال الريموتات زي ما قلنا بتكون بسبب إن البوردة دي جه عليها أي نوع من أنواع السوائل أدى إلى إن هي تعزل البوردة عن الزراير وبالتالي الريموت ما يشتغلش. ونجرب الريموت. في طبعا طريقة هقول لكم عليها في البرنامج، إن أنت ممكن تجرب الريموت وتعرف إذا كان شغال ولا مش شغال لو أنت ما عندكش الجهاز الخاص بالريموت. الطريقة دي بكل بساطة يا جماعة إن أنت تجيب الموبايل بتاعك، تفتح الكاميرا بتاعة الموبايل وتوجه الكاميرا للريموت بالطريقه دي كده زي ما احنا شايفين وتدوس. احنا طبعا شايفين ان ايه لمبه الريموت بتنور معانا، كل ما هندوس على زرار اللمبه هتنور، ده معناه ان الزراير شغاله والريموت شغال، وبكده قدرنا نعرف ان الريموت ده شغال من غير ما نوجهه على التلفزيون او ريسيفر مثلا. وبكده نكون وصلنا لاخر حلقه يا جماعه، اتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا معانا النهارده من الحلقه دي وقدرتوا تصلحوا حاجه انتم بتستعملوها بشكل يومي. يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات انتم محتاجين تصلحوا ايه بعد كده في الحلقات الجايه. يا ريت كمان تدعمونا بشير للحلقه ولايك وسبسكرايب، ونشوفكم في الحلقه الجايه. سلام.